احنا بنحول التراب للطوب للمبنى، يعني بنعمل منه حاجات جميلة 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 بدون أي تكاليف منها فيها. ايوه انا باخد كل حاجه من الارض بنحولها للطوب والقبه. التقنيه نفسها تبقى بسيطه، الناس مش محتاجه تقنيه معقده. في نفس الوقت الناحيه الاقتصاديه للبيت، الناحيه انه البيت يكون رخيص التكلفه، الانسان قادر ان هو يبنيه بنفسه. الأسقف هي مشكلة كبيرة الحقيقة في الأركتكتشر، لأن هي الأكثر ارتفاعا في الثمن، يعني خصوصا في البلاد النامية اللي هي عندها مشاكل اقتصادية. فاستخدام الأسمنت والخرسانة المسلحة مكلف جدا بالمقارنة بالطين عن طريق استخدام القباب والقبوات. لو عملنا مقارنة بسيطة نقول إنه في مكان صغير، غرفة صغيرة عايزين لها سقف، يعني 4 × 4 هيكلف حوالي 600 يورو السقف، في حين انه القبة في على نفس المساحة ما يكلفش اكتر من 100 يورو. انا اعتقد ان المواد الطبيعية دايما عمرها اطول جدا من اي مواد مصنعة. ما احناش في احتياج ان احنا نستخدم الاسمنت. الاسمنت الحقيقة مادة بتتطلب طاقة في انتاجها، بتتطلب طاقة عالية جدا، والطاقة دي ما عندناش. الطاقة دي مشكلة في العالم كله، في كم هائل من التلوث ناتج عن استخدام العمارة الحديثة، عمارة الإزاز وعمارة الأسمنت والألومنيوم. الجير مادة طبيعية بسيطة وإنتاجها لا تتطلب طاقة لتقوية الكلي. ونجحنا في أمثلة كتيرة جدا هنا في القاهرة وفي الفيوم، إن احنا نعمل طوبة قوية جدا وفي نفس الوقت مقاومة للأمطار. وده كان ضروري، ده كان ضروري إن احنا يعني نطور المواد الطبيعية علشان نقدم مثل. الحقيقة العالم كله دلوقتي بيتجه إليه هو يعني environmental friendly architecture، أو عمارة صديقة للبيئة بعد هذا الكم الهائل من التلوث. تصنيع الأسمنت مسؤول على 7.5% من كمية انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون. طيب ليه احنا دلوقتي بنعمل فيلم عن العمارة الخضراء؟ لأننا عايزين في يوم من الأيام يكون عندنا جيل من الشباب يكون عنده الوعي الكافي، اللي بيؤمن بالعمارة الخضراء، اللي بيبني بيته
اللي بيبني سكنه الدائم الوحيد اللي هو بيشعر فيه بالراحة من العمارة الخضراء، يبني بيته بتكلفة أقل جدا تصل إلى 60%. بالمقارنة بتكلفة الأسمنت، يستعمل خامات من الطبيعة زي الطين والحجر، عندها قدرة طبيعية على العزل الحراري ده في الصيف، وفي الشتاء عندها قدرة على تدفئة المكان، وفي نفس الوقت تشطيبات داخلية بجودة عالية راقية وجميلة. لازم المونة تبقى تقريبا زي الطوبة، يعني ما نقدرش نستخدم مادتين مختلفتين. يعني الحجر الجيري أو الحجر النوبي الرملي مع مونة جيرية، الطوب الأخضر الطيني مع المونة الطينية المخلوطة ببعض من الجير، دول أفضل المواد اللي يمكن استخدامهم في العمارة الخضراء. يعني أنا عايز أقول حاجة هنا مهمة جدا، إحنا في البلاد النامية عندنا تمن الكيس الأسمنت هو 20 جنيه، في حين إنه العامل في اليوم بياخد برضو 20 جنيه. يعني العامل في البلاد النامية لازم يشتغل يوم علشان يجيب كيس أسمنت، فنقدر نتصور هيشتغل طول عمره علشان يجيب أسمنت يبني به البيت بتاعه. هي دي الكارثة الحقيقة. لكن أنا بقول إن إحنا في البلاد النامية اللي هي عندها مشاكل اقتصادية لابد أن نعود للوكال بيلدينج ماتيريال. هناك في التاريخ أمثلة جيدة جدا، لابد أن نعود إلى تراثنا نتعلم منه، لكن لابد أن نضع هذا في صورة حديثة حتى يتمتع الإنسان في القرن 21 بمقاومات العهد الحديث. الأمثلة الموجودة في جنوب فرنسا، الأمثلة الموجودة في جنوب ألمانيا مئات السنين، السور الصيني العظيم قدماء المصريين استخدموا الكلي في المباني بتاعتهم، في مخازن الغلال في معبد رمسيس الثاني عمرها 3400 سنة، القباب في كيليا منطقة في شمال مصر، واستخدم فيها نوع جيد جدا من القباب والقبوات. لا يمكن أن نتجاهل التقدم لأنه في حاجات كثيرة جدا في الحضارة الحديثة أكسبت الإنسان شيء من الراحة. يعني لابد تكون هناك في كوبري يصل ما بين التراث والتقدم، أن يكون مبني على حضارة الشعوب وممزوج بالتقدم العلمي الهائل، في أن احنا نعمل عمارة للمستقبل، عمارة صديقة للبيئة ممكن نستفيد منها في عمل نماذج معمارية في المناطق الجديدة في الظهير الصحراوي أو في القرى الجديدة، بحيث أن هو نستخدم المواد الطبيعية، نستخدم الطاقات الطبيعية زي طاقة الشمس وطاقة الريح، نستخدم التقنيات البسيطة، نستخدم المقياس الإنساني اللي هو يجعل أي إنسان يعيش في هذا النموذج المعماري يشعر بالراحة، الناحية الإنسانية، الناحية المناخية، الناحية البيئية، الناحية الاقتصادية. لو نجحنا أن احنا نجمع كل هذه العوامل في مجتمع جديد، هذا المجتمع هيكون مجتمع سعيد قادر أنه ينتج، قادر أنه يتكيف وما تكونش فيه المشاكل الأخرى. لما شفنا النمط ده من العمارة عجبتنا جدا، وما قلناش عليها أنها تشبه المدافن ولا الأضرحة، بالرغم أن مبنية بالقباب والخبوات لكن بالأسمنت والخرسانة المسلحة. الحقيقة أنه هذه النوعية يمكن بنائها والوصول إلى هذه الحداثة
باستخدام المواد الطبيعية، زائد انه الاسقف الكروية الشكل اللي هي القباب والقبوات تستطيع فعلا عكس الضوء والحرارة واشعة الشمس بشكلها الكروي. هذا الشكل الكروي بيقلل تعرض البيت للإشعاع الحراري، عزل الحراري أثناء النهار وتدفئة المنزل أثناء الليل. نقطتين مهمين جدا احنا محتاجينهم. الأولى هي وجود المستثمر المقاول اللي عنده الشجاعة والقدرة انه ينفذ مجتمع كامل بجميع مقوماته، وازاي نخلي المعمار الاخضر عملي قابل للتنفيذ على مستوى واسع. لازم الشباب اللي عاوز يسكن برا القاهرة في بيت جميل وتكلفته اقل لازم يقتنع ان المجتمعات الجديدة هي الطريق الوحيد، مش العمارة الأسمنتية، العمارات العالية اللي فيها الإزاز الفومي. المستثمر اللي هيكون الرائد في هذا المجال ده هيكون مقاول شجاع بالطبيعة، وهيلاقي انه هيكون مقاول ناجح لانه هو ده المستقبل. نقدر نقدم مثل لعمارة المستقبل في مصر وفي البلاد النامية الأخرى، يعني نموذج معماري من ناحية الاقتصادية، نموذج رخيص التكلفة لكن يتمتع بكل المقومات المنزل الحديث. نقدر نستخدم الطاقة الشمسية، نقدر نستخدم المواد الطبيعية، نمط معماري إنساني قريب من الإنسان. السلام عليكم.